أهلا بكم ميدان تحدي جديد صغير لكنه ذو إثارة ومتعة. هنا مع مجموعة من الأطفال الصغار في محافظة عدن، وهنا حدائقها وغاباتها الجميلة في هذا اليوم الجميل. تحدي مع مجموعة من البنوتات الصغيرات بلونها الأحمر والأمورين الصغيرين الأبطال بلونهم الأخضر. معي فريقين، الفريق الأول وهو الفريق شفتوا الحماس، بينما الفريق الثاني هنا هو الفريق الفريق الأخضر. سباق جميل طبعا، فيه ستتم عملية نقل الكرات بهذه الأقماع أو المغرات إلى خط النهاية من البداية للنهاية. طبعا مراحل مختلفة من هذا السباق، معنا مجموعة من الكرات سيتم نقلها، كرات كبيرة وكرات صغيرة وكرات صغيرة. ممتاز، نبدأ السباق معكم بعد التعريف بأسماء المتسابقين. نبدأ بفريق البنوتات الفريق الأحمر. فاطمة دبوان غالب سالم ناقي. سعد دبوان غالب سالم ناقي. نور قاسم علي محمد بن محمد الغريبي. مهند محمد ثابت طاهر. مريم أحمد علي محمد بن محمد الغريبي. محمد رمزي محمد مين محمد. حنين محمد علي بن علي الغريبي. أنا أسامة سعيد عبد الغني سعيد بنت سعيد عبد الله بن عبد الله. إذا نبدأ معكم السباق بالجولة الأولى، وطبعا فيها اثنين من الفريق الأحمر واثنين من الفريق الأخضر. بعد طبعا بيتم تبديلهم، لكن يتوجب على كل متسابقين نقل الكرات الأربع إلى خط النهاية. واضحة؟ طبعا بهذه الطريقة بعملية شفط الهواء على هذا القمع أو البوق، وهذا بهذه الطريقة. واضحة الطريقة الآن؟ واضحة؟ نعم. إيش تقول؟ إيش نقدر نجري؟ يعني بتجري، بس أهم حاجة تحافظ على الكرة هذه، شفت؟ تحافظ عليها كذا. المرحلة الثانية هي عملية تناول الكرات بعملية شفط الهواء أيضاً بالمتسابقين، يتم نقلها والتناول. يلا، هذه عملية التناول. طبعا ستبدأ الجولات بهذه الكرة، ثم كرات كبيرة، ثم أيضا كرات صغيرة. واضح الطريقة؟ واضح بالنسبة لكم؟ الفريق الفائز هو الفريق الذي يسرع في نقل جميع الكرات إلى خط النهاية. طبعا لعبة طفولية ولعبة أطفال صغار، ونشوف لكن من الفائز ومن سيكون معنا فائزا في الجولات الأولى. جاهزين؟ جاهزين. يلا ارجعوا إلى خط النهاية. يلا شباب نستعد، واحد اثنين ثلاثة. بسرعة بسرعة بسرعة، لا بسرعة، تحط تشيل الكرة وتمشي ماشي، الكرة تمشي ماشي. ممتاز ممتاز ممتاز، وصلت ولا لا؟ لازم تحط الكرة في المربع، لا الكرة في المربع. ممتاز أسامة، رقم واحد نمبر وان أسامة، سريع أسامة، يحاول، شوف أسامة حافظ اللعبة تمام، ممتازة. بينما هنا من فطومة ممتازة تحاول، لا لازم تحطيها وسط المربع. أسامة حاول بسرعة يواصل، لازم الكرة وسط المربع يا أسامة، بسرعة 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 بسرعة. من انتهى الآن؟ الفريق الأخضر. اسمع تحيل الفريق الأخضر، حاول خليها تواصل تواصل الكرة. البنات ربما، ما الذي حدث؟ البنات ربما راح النفس. اليد اليد للخلف بسرعة تواصل، واصل الفريق الأحمر في آخر مراحل، النفس انتهى. بسرعة 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 بسرعة. إذن جولة انتهت طبعا من هذه المرحلة الأولى، وفاز فيها الفريق الأخضر، فازوا بجدار. الجولة الثانية من المرحلة الأولى الآن، وفيها هنا فطومة وحنين، وهنا مهند ومحمد. نبدأ، واحد اثنين ثلاثة. أيوة حاول حاول تمشي ماشي بسرعة، يحمل الكرة الآن بالبوق. ممتاز ممتاز. فطومة حاولي تتعجلي. مهند من الأسرع؟ البنات الآن الأسرع، أمورات البنات بسرعة، البنات أمورات بسرعة، لا حطها في
بسرعة حطها يا محمد، بسرعة وسط المربع، بسرعة باقي، لا وسط المربع، البنات 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 بسرعة وسط المربع، لا 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 مش باليد، بسرعة البنات تحاول تحاول، جولة لصالح الفريق الأحمر. بسرعة بسرعة وسط المربع، وسط المربع يا محمد، محمد حاول وسط المربع، ممتاز. المرحلة الثانية الآن من السباق هي مرحلة التناول، كل متسابق سيناول الكرة بالبوق لصاحبه، واضح؟ عندنا هذه منطقة لكل متسابق لا يتجاوزها ولا يخرج منها، وإذا طاحت الكرة في نفس المنطقة يأخذها نفس المتسابق، واضح يا محمد؟ مهند مهند سعدون أسامة، وهنا نور فطومة حنين ومريم. نبدأ السباق مع الصف، تنطلقوا وتجمعوا كل الكرة. واحد، جمهور نحسب إلى الثلاثة، واحد، بسرعة انطلق، يلا بسرعة بسرعة، أيوة تناول تناول، ممتاز عملية الشفط، لا بالفم بالفم، كيف لا 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 بالفم بالفم، تقرب لعندك بالفم، بسرعة بسرعة بالفم، رجع رجع بالفم بالفم، كيف تشيل كذا بيدك بسرعة بالفم بالفم، اقرب لعنده، اقرب 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 بالفم بالفم، ممتاز بسرعة بالفم بالفم، واصل. من يسرع الآن؟ البنات الآن في الكرة الثانية، بسرعة وصل المربع، لا خرجت برا المربع يا أسامة، بسرعة ممتاز ممتاز أسامة، ممتاز ممتاز جدا أسامة، ممتاز. لا أسامة ركز حبة حبة يا أسامة، يواصل الفريق الأحمر في جمع، لا 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 مش باليد، لا 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 اخرجي من المنطقة، اخرجي من المنطقة، لا اخرجي من المنطقة، لك أنت أيوة، لك بسرعة شلي مش باليد، اليد فوق أيوة بسرعة، لا لازم وسط، خارج خارج المنطقة الآن بسرعة بسرعة، اليد للخلف اليد للخلف اليد للخلف، ممتازة وسط المنطقة، لا 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 مش باليد، خلي بسرعة بسرعة، من هو الأسرع؟ بلا الفريق بسرعة داخل المربع من اللي فاز الآن، الأحمر أم الأخضر؟ الأخضر. أنتوا فزتوا ولا هم؟ والله رحنا فشفشنا. وكيف بعدين الكرة كانت خلف برا المربع؟ أيوة بعد عن شليده وعن طرحته. وين شليته؟ قاعد وراء المربع بعد شليده وبعدين طرحته. بس البنات فزنا عليكم بالسرعة، كانوا هنا أسرع. أنت تأخرت؟ لا. ليش تأخرت؟ ما تأخرتوش، فشت. البنات يبدو أن الفريق الأخضر هو الفايز، صح؟ من اللي أوصل الكرة بدري؟ من آخر وحدة كانت؟ أنت لحظة. كيف طاحت الكرة؟ برع ولا داخل الكرة؟ داخل بعنصر. لحظة خليها هي حقتنا. أيوة أنا دخلتها بعن سقطت بعن دخلتها وشفتها بعن هذا ده سقطت لها عليها وبعن دخلها. لما انتهى الوقت من كانت كراته كلها بداخل المربع؟ أنتوا ولا هم؟ الأحمر. كيف؟ من كانت كراته كلها بداخل المربع؟ الأحمر. الأحمر ولا الأخضر؟ هم قمعوا أول بسرعة، صح؟ هم قمعوا أول بسرعة، طيب. بس حق هذا خرجت لها برا المربعة. حق مين؟ حق الحمر. بعدين متى عادوا؟ بعدين أسامة دخل حقنا الكبة قبلهم. الكلمة الفصل الآن للحكم هذه الجولة، حسب رأي الحكم كانت السرعة لصالح البنات، لكن الأخيرة هنا من هي؟ مريم، ما كانت تحط الكرة بداخل المربع، طاحت عليها الكرة برا وراحت تطاردها وما سرعت، لكن أسامة كان سريع جدا وعاد الكرة أولا، وبالتالي فاز في هذه الجولة الفريق الأخضر. إذن الجولة الأولى كانت بمرحلتين، فاز فيها الفريق الأخضر بنقطتين والفريق الأحمر بنقطتين، تعادلوا في الجولة الأولى، بينما الجولة الثانية هذه فاز فيها الفريق الأخضر بدرجتين، اسمع لهم تحية. الفريقان طلبوا منا وقت مستقطع معاهم خطة يقولوا ببدلوها، لأنها جولة حاسمة، من يفوز فيها يظفر بالجائزة الكبرى. بسرعة بسرعة داخل المنطقة، يدك للخلف يدك للخلف، لا بسرعة داخل المنطقة مش باليد، أيوة ممتازة بسرعة، دلا 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 ممتاز، دلا لا باليد للخلف، اليد للخلف اليد للخلف، ممتاز من الأسرع من الأسرع، بسرعة يدك للخلف بسرعة، لا ايه حاول حاول بسرعة 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 بسرعة، حاول بسرعة 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 بسرعة، لا تكون داخل داخل داخل، ممتاز الفريق ممتاز، البنات ممتازات، بسرعة الأسرع الأسرع الأسرع، من هو الأسرع؟
إذا فاز معنا في جولات هذا السباق الفريق الأحمر. جائزة 25,000 ريال من الشركة العربية اليمنية لإسمنت راعي برنامج الميدان. مبروك عليكم 25,000. اسمعوا تحية جمهور تحية. ممتاز فريق البنوتات الأحمر. بينما الفريق الأخضر زعلانين شوي هم صح؟ صح. ليش؟ مدري قلنا لحين نفوز بعد فاجوا هم الفريق الأحمر. لأنك أنت كنت السبب. لكن تحصل على مبلغ كبير ولا صغير؟ صغير. صغير. مبلغ 15,000 ريال يستاهلوا. اسمع لهم تحية. اسمع لهم تحية. ممتازين. انتهت جولات هذا السباق هنا في عدن وهذه الغابات الجميلة مع أطفال صغيرين وأمورين وكانوا قمة في الإبداع والتنافس والتحدي إلى ميدان تحدي آخر وجديد وفريد في الميدان في عامه الخامس. اجتهدنا في البداية بس حصلت يعني قليل توتر مع الأطفال فأسامة حاول يدخل الكرة في المربع فسبقوهم فريق البنات والله أعطيناهم تحفيز حفزتهم عشان يعني يكون عندهم يعني إصرار جد يلعبوا عشان يفوزوا ياخذوا الجولة هاي. احنا والله لما لعبنا كان في تأخير يعني بالوقت وكل ما حاولنا نسرع تسقط الكبة وبعدين اسمه واحدة مريم لما كانت دخلت الكبة خرجت والعيال فازوا ولكن في هذه الجولة نحن الآن فازين والله كانوا من البداية هم يعني العيال الأقوى بس بعدي يعني الجولة نحن فزنا عليها.